اوريك ازاي النبي كان بيطلع حتى الاطفال عندهم تقدير للنفس. بالله عليكم يا اباء احفظوا القصه دي وطبقوها على عيالكم. النبي صلى الله عليه وسلم، هحكي لك قصه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحواليه مجموعه من الرجال الكبار بتوع قريش، يعني الناس الفخمه بتاعت قريش، فايه وكانوا عطشانين، وجنب النبي ولد صغير عنده 10 سنين كده. فجنب النبي الناس عطشانه، فجت اناء فيه ميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد الاناء، وايه المفروض هتعمل ايه؟ هتشرب الكبار. بس هو جنبه السنه انك تبدا بايه؟ باليمين. بص النبي هيعمل ايه؟ بص ازاي بيطلع شخصيات. يبص للولد اللي على يمينه ويقول له: أتأذن لي أن أبدأ بالكبار؟ شايف؟ تعرف تربي ابنك كده؟ تأذن لي أبدأ بالكبار؟ إيه ده يا جماعة ده؟ تعرفين إحنا بنعمل مع عيالنا إيه؟ أنت مش شايفه أصلاً، ده هو مش موجود، ده أنت هتدي الكبار ده عيل، ده عيل ما ينطقش ده. أتأذن لي؟ أهو ده أنا عايزه، هو ده اللي إحنا عايزينه. تعرف تربي عيالك كده؟ أتأذن لي أن أبدأ بالكبار؟ ويبدو إن الولد كان يعني متربي صح. فقال: لا أؤثر بنصيبي منك أحد، بقى أنت تديني ودي حد تاني. لا يا أنا عايزها يا رسول الله، أنا اللي حشر. طبعا الولاد عندنا دلوقتي بسبب إن هم ما عندهمش الحتة دي، لو جه بقى حد يقول لهم الحكاية دي يتكسب بقى ويعمل كده وما يعرفش يرد: لا أؤثر بنصيبي منك أحد. فينظر النبي للكبار ويقول: هذا حقه، سأبدأ به. لازم الجيل اللي جاي يطلع كده. لو نفسكوا تعملوا تغيير ونهضة لبلادنا، لازم أرجوكوا ربوا ولادكوا كده، ربوهم كده. شوفوا عمر بن الخطاب، كان كل الولاد على فكرة في المدينة كده. سيدنا عمر الخطاب مرة ماشي في شارع من شوارع المدينة هنا تحتينا كده، فهو معدي، فكانت سكة، فالولاد بيلعبوا كده مع بعض عسكر وحرامية، فيلاقوا سيدنا عمر الخطاب معدي، فكله اجري يا جدع، عمر بن الخطاب معدي، فكله يجري ويهرب، ما عدا واحد يفضل واقف. مين؟ عبد الله بن الزبير، يفضل واقف له كده. فسيدنا عمر يبص له كده، ولد عنده 10 سنين، قال له: ما لك لم تجري كما جرى اقرانك؟ قال: الطريق ليس ضيق لاوسع لك، ولم اخطئ لاجري. انا ما عملتش حاجه غلط عشان اجري، والطريق مش ضيق، ما تعدي يا عم حد يعني. فنظر اليه عمر وقال: هذا سيكون له شأن. فبقى خليفه المسلمين. عايزين جيل يطلع كده. وانتوا يا رجاله يا كبار، زي ما قلت لك من شويه الحق، وزي ما قلت لك من شويه لا للياس، بقول لك الدرس الثالث النهارده: الاعتزاز بالنفس. اوعى توطي رقبتك ابدا، خليها دايما مرفوعه. مفيش نهضه من غير رفع الدماغ.